أخواتنا المؤمنات اللاتي يزعمن أنهن أتباع لأهل البيت عليهم السلام، عليهن أن يقتدين بنساء أهل البيت، وعلى رأسهن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدتنا الزهراء صلوات الله عليها، دعونا نضرب مثالا واحدا أن كيف كان حجابها. دعونا نلقي نظرة على حجاب الزهراء لنرى كيف كانت تتحجب، وثم نربط هذا بأمر إمامنا الصادق، بقول إمامنا الصادق حينما قال: شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا، يتبعون أهل البيت، فعلى النساء أن تتبعن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. أضرب مثالا واحدا، وهذا المثال معروف لكن ربما لا يتأمل فيه جيدا. كلكم تعلمون ماذا فعل الطاغية أبو بكر حينما صادر حق الزهراء صلوات الله عليها في فدك، والزهراء عليها السلام خرجت واحتجت عليه بتلك الخطبة العصماء المعروفة. ولكن السؤال هنا كيف خرجت؟ هذا اللي أريدك الآن تدقق فيه وتلتفت إليه. لاحظوا الرواية، والرواية مروية في كتاب الاحتجاج للطبرسي لمن أراد أن يرجع إليها. الرواية تقول: إنه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السلام فدكا وبلغها ذلك، لاثت خمارها على رأسها. ما هو الخمار؟ غطاء الرأس. كان هنالك غطاء يغطي الرأس كله بما فيه الوجه، الخمار يغطي الوجه أيضا. ولكن الزهراء عليه السلام لم تقل الرواية وضعت خمارها على رأسها، دقق جيدا، قالت الرواية لاثت خمارها على وجهها. شنو الفرق بين وضعت ولاثت؟ لو وضعت يعني أخذت هذا الخمار ولبسته فقط، لاثت أي طوت الخمار مرتين وأدارته مرتين على رأسها كاملا، كما تطوى العمامة. هذه عمامتي إذا لاحظتم فيها كسرات، فيها طويات. ليش؟ لأن هي قماش، لكن نحن ماذا نصنع؟ حينما نلفها نديرها أكثر من مرة وفيها تقريبا 7-8 طويات، ولذلك يقال في اللغة العربية لاث العمامة. لاث العمامة يعني شنو؟ يعني طواها أكثر من مرة على بعضها بعضا. الزهراء عليه السلام حينما أرادت أن تخرج ما اكتفت بوضع الخمار، وإنما أدارته، طوته حتى تكون طبقتان من القماش على رأسها الشريف، زيادة في الحيطة، زيادة في الستر. إذن هذا أول أمر فعلته، وهل اكتفت به؟ لا، لاثت خمارها على رأسها. ثم ما اكتفت بالخمار، تقول الرواية واشتملت بجلبابها. ما هو الجلباب؟ الجلباب ثوب طويل فضفاض، كان كالملحفة التي يتلحف بها مثل اللحاف. هذا الثوب الذي يقوم مقام العباءة اليوم، الزهراء عليه السلام أخذته واشتملت به، أي جعلته يشتمل على كل بدنها، واشتملت بجلبابها. زين، واكتفت بهذين الأمرين؟ لا، أمر ثالث، تريد أن تتحجب أكثر، تحجب إن كان النظر أن ينظر إليها أحد، مع أنها ولو التفتتم جيدا الزهراء عليها السلام روحي فداها قليلا ما كانت تخرج، يعني طوال حياتها لم تخرج إلا في موارد محدودة جدا، هذه إحداها، يعني كانت عادتها البقاء في بيتها صلوات الله عليها، ولا تخرج إلا لضرورة
مثل هذه الضرورة وهي إقامة الاحتجاج على الظالم. زين. واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها. هذا الأمر الثالث وهو أيضا من مصاديق الحجاب، ما قبلت مع أنها متسترة بالكامل، بالكامل متسترة، أدارت المقنعة والخمار مرتين واشتملت بالجلباب، مع ذلك لم تقبل بأن تخرج بشكل مفرد، وإنما جعلت نفسها في وسط جماعة وأقبلت في لمة، يعني في وسط جماعة، من حفدتها من أعوانها ونساء قومها، نساء بني هاشم، حتى تكون غير شاخصة للأنظار، يحوطها هؤلاء، تحوطها هذه الجماعة من كل جانب، فيكون ذلك أكثر ستراً لها صلوات الله عليها. اكتفت بهذا؟ كلا. تقول الرواية وتطأ ذيولها. هذه أيضا ملاحظة جيدة تفسر لنا أولا أن الجلباب الذي لبسته الزهراء عليه السلام كان طويلا جدا، وأنه كان أكثر من جلباب. كيف؟ ما هو الذيل؟ ذيل الثوب آخره، هذا الذي ينسدل على الأرض. إذا كان الثوب طويلا فإن قسما منه في أسفله يكون قد انسدل على الأرض هكذا، صحيح أم لا؟ هذا المنسدل على الأرض يسمى الذيل، ذيل الثوب. الزهراء عليه السلام حينما كانت تمشي حتى تصل إلى مجلس أبي بكر لعنه الله وتحتج عليه، لم تكن تطأ على الأرض، وإنما كانت تطأ ذيولها، يعني تطأ بقدميها الشريفتين على آخر ثوبها حتى لا يظهر أي شيء من قدمها، أي مقدار، وإن كان قدمها أصلا مستورة. مثل واحد الآن، افرضوا هذه عبائتي جدا طويلة، فأنا حينما أمشي ما أرفعها، أمشي عليها هكذا، تطأ ذيولها زيادة في الستر عن أعين الرجال. وثم الرواية تقول وتطأ ذيولها، مو ذيل واحد، إذن كان هنالك أكثر من ذيل، وهذا يلازم أن يكون هنالك أكثر من جلباب، أكثر من ثوب، أو لا أقل من أنها أدارته أكثر من مرة حتى يصدق الجمع ها هنا أنها هنا ذيولا لا ذيلا واحدة. فلاحظوا ماذا فعلت الزهراء عليه السلام فقط لهذا الموقف، أنها تريد أن تخرج، كيف تخرج؟ بأي حجاب؟ بأية صورة؟ بأية هيئة؟ وتكتفي بهذا؟ لا. تقول الرواية ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني مشيتها لا تنقص عن مشية رسول الله، تمشي كما كان أبوها صلى الله عليه وآله يمشي، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءه. شوفوا هذا الأمر الخامس الذي أضافته الزهراء عليه السلام، مع أنها في كامل الحجاب، بل في أعلى درجات الحجاب، أشد درجات الحجاب، ومع أنها في وسط جماعة من النساء، لكنها حينما وصلت إلى أبي بكر ما قبلت بأنه تخاطبه هكذا، أمرت فنيطت دونها ملاءة، ضربت دونها ودون أبي بكر ساترا، ساترا إضافيا حتى لا يرى منها شيء، حتى لا تشخص مطلقا مطلقا أبدا، ما تظهر بشيء. هذا هو الحجاب، هذا هو الحجاب الإسلامي الحقيقي، هذا هو حجاب الزهراء صلوات الله عليها. المفهوم الشائع عند بعض نسائنا مع الأسف عن الحجاب هو مفهوم خاطئ،
عليهن أن يتدبرن في صفة حجاب الزهراء صلوات الله عليها ويحددن موقفهن. هل أنهن يردن فعلا أن يكن من شيعة الزهراء عليها السلام أم لا؟ إذا أردن فعلا أن يكن من شيعة الزهراء فعليهن أن يلتفتن جيدا إلى موازين الحجاب الإسلامي، عليهن أن يتدبرن مثلا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. من يتدبر في هذه الآية يعرف بأنه إن لم يكن ستر الوجه واجبا فإنه لا أقل من كونه مستحبا مؤكدا. قلنا ستر الوجه واجب إذا كان في الوجه زينة كما هي الحال الشائعة اليوم، إذا كان الوجه مسببا لفتنة وفساد كما لو كان الوجه جميلا، وأيضا هذه حالة عامة شائعة. نفرض أنه لم يكن فيه شيء من هذا، بالنظر إلى هذه الآية الكريمة فالأفضل للمرأة أيضا أن تستر وجهها. لماذا؟ الله تعالى يقول فليدنين عليهن من جلابيبهن. إذا عرفنا بأن الجلباب كان كالملحفة التي تضعها المرأة على رأسها إلى أخمص قدميها وأنه يقوم مقام العباءة، وحينما نعرف بأن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن ندني هذا الجلباب، أمر النساء بأن تدني أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن لا يعرفن، حتى لا يعرفن. فإذا ماذا يكون المفهوم؟ السؤال أو الطلب للمرأة أنه أدني عليك من جلبابك من عباءتك إلى الأسفل على وجهك حتى يستر وجهك وبذلك لا تعرفي، ذلك أدنى أن يعرفنا حتى لا تعرفي. إذن تكون النتيجة ستر الوجه. ستر الوجه واجب، مو كالمفهوم الشائع عند الناس أنه ليس بواجب الوجه والكفان، حتى وإن كان الوجه مسببا لفتنة لم يقل بهذا الفقهاء. أنت جميلة ترين بأن الرجال يلتفتون إليك، عليك بأن تستري وجهك. أنت قد حففت حواجبك، عليك بأن تستري وجهك، هذه زينة. أنت وضعت كحلة، هذه زينة، عليك أن تستري وجهك. هسه ماكو كل هذا، استري وجهك التزاما بهذه الآية الكريمة، ولو على نحو الاستحباب، ولو على نحو الاحتياط. وقال أئمتنا عليهم السلام ما مضمونه؟ الاحتياط سبيل النجاة. أنت تقولين بأني أنا أتبع أهل البيت عليهم السلام، عليك بأن تنظري كيف كان حجاب أهل البيت، حجاب نساء أهل البيت. كلكن سمعتن بالرواية الشريفة التي تصف ما الذي حل بالسيدة زينب الحوراء صلوات الله عليها حينما أقبل برأس الحسين عليه السلام إليها بالكوفة، ماذا صنعت؟ فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت القناع. ماذا تفهم من هذه الرواية؟ أن الزهراء عليه السلام كانت متقنعة، يعني رأسها وجهها، عفوا زينب عليه السلام الحوراء كان وجهها متقنعا لا يظهر منه شيء. إذن بوشية باصطلاحنا، نقاب، هذا هو المطلوب من نسائنا اللاتي يردن أن يلتحقن بالزهراء البتول، بالحوراء زينب، بسيدات أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا هو المطلوب. والمطلوب من رجالهن، أنت كأب وأنت كزوج
أيضا عليك مسؤولية أن تربي ابنتك وأن تأمر زوجتك بالحجاب الكامل على هذه الصفة. في وصية إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام لإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه، تلك الوصية التي رواها ابن شعبة الحراني في تحف العقول وتجدونها أيضا في نهج البلاغة، ماذا ورد فيها؟ أمير المؤمنين أوصى الإمام الحسن، والخطاب لنا بصيغة التوصية للحسن عليه السلام، أوصاه بأن أحجب نسائك، ثم قال شدد عليهن الحجاب. لماذا؟ يقول فإن شدة الحجاب أبقى عليهن. شدة الحجاب، شدد، ربي ابنتك من الصغر على أن تشتد وتحتاط في حجابها، مو أن يكون حجابها تتراخى في أمر الحجاب، حجاب مثل ما يقولون نص ونص، لا، مو هكذا نريد. في لفظ آخر يقول عليه السلام فإن شدة الحجاب خير لك ولهن. شدة الحجاب أمير المؤمنين عليه السلام يقول، مو حجاب جاري معهود، تشدد بالحجاب. هذا هو المطلوب ممن يريد أن يقتدي بأهل البيت. بعض النساء مع الأسف الشديد يضعن العباءة، بس هو هذا الحجاب اللي متعارف بينهن، قطعة القماش التي تستر الشعر، وتلبس بعد قميصا بنطالا فستانا ثوبا، وتقول أنا ساترة بدني خلص ما أحتاج إلى عباءة. هذا غير صحيح، العباءة هي الجلباب، ولم يرد عن أهل البيت عليهم السلام أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تضع الجلباب إلا امرأة واحدة، وهي القواعد من النساء. قواعد من النساء يعني شنو؟ يعني النساء العجائز. في قوله، في تفسير قوله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، بعد خلص تقدم بها العمر، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. سئل الإمام الصادق عليه السلام قال شنو معنى يضعن ثيابهن القواعد من النساء؟ قال عليه السلام تضع الجلباب وحده، بس العباءة المرأة العجوز التي هي من القواعد من النساء التي كبرت في العمر والسن ولم تعد ترجو نكاحان، هذه المرأة تضع العباءة ومشكلة، غير متبرجات بزينة، ماكو زينة في المقابل. فإذا مفهوم ذلك أن غير المرأة العجوز، المرأة الشابة، لا تضع الجلباب، لا تضع العباءة. هذا هو المطلوب. يا نساءنا التفتن